هل يعني شايف ان دوافع الفريقين على اختلافها ممكن تخلي الماتش النهارده ماتش مفتوح وفي هجوم متبادل ولا بالعكس ماتش مقفول وخصوصا من قبل سيراميكا كليوباترا بص سيراميكا عنده مشكله كبيره جدا خسرت المباراه اللي فاتت من الاتحاد وانا و... شايف بالنسبه لسيراميكا وال, وال... والطموح اللي هم كانوا عاملينه بدايه الموسم في استقطاب اولا جهاز فني على اعلى مستوى م. كابتن احمد سامي والجهاز الفني ومعاه كابتن احمد ناجي طبعا تاريخ كبير في حراس المرمى وتدريب حراس المرمى واحمد سامي برضه احمد سامي من جيل النادي الاهلي من جيلي م. وكان لعيب في النادي الاهلي هنا من اللعيبه والمدربين اللي ليهم طموح ان هو الفتره الجايه يبقى في حته كويسه وطبعا في السيراميكا طبعا حته كويسه بدايه الدوري واستقطاب مجموعه من اللاعبين على اعلى مستوى ان هو يجيب احمد ياسر ريان جين ابوكا او محمد ابراهيم لو كلمنا في كل خط من الخطوط محمد بسام حارس المرمى مجموعة من نادي الجيش كل خط من الخطوط عنده لعيب واثنين وثلاثه لعيبه مميزين جدا الطموح ما جاش على قد النتائج ما على قد الطموح اللي هم بس ده ده طبيعي انك انت بتكون جايب مجموعه من اللعيبه جديده وبتدخلهم في وسط الفرقه بتاخد وقت شويه لكن هم كان عندهم طموح السنه دي ولسه طبعا الدوري لسه طويل عايزين يخشوا المربع الذهبي لكن النتائج مش جايه معاهم النهارده بيلعب النادي الاهلي آه طبعا بالنسبه له اي فرقه بتلعب النادي الاهلي المباراه بالنسبه له اولا ممتعه لان النادي الاهلي بيلعب جيم مفتوح وهو كابتن احمد من المدربين اللي بيشتغلوا جيم مفتوح يعني مش زي كابتن مش زي كابتن العشري بيشتغل جيم مقفول وعايز ياخد بونت لا الراجل كابتن احمد سامي بيلعب جيم مفتوح بيفكر في المكسب وده بان لما كان مسك فرقه سموحه فتره من الفترات وكان بيلعب نادي الاهلي ونادي الزمالك وبيلعب جيم مفتوح وكل الفرق فده ده فكر مدرب فكابتن احمد سامي عنده الفكر ده فهتلاقي المباراه حلوه مباراه مفتوحه كل اللي بيفكر في في الثلاثه بونت لكن هو خساره الثلاثه بونت اللي فاتت من الاتحاد وانا و... شايف النادي الاهلي خسرت اثنين بونت في مباراه سموحه هتلاقي المباراه النهارده فيها حافز وطموح ان كل الفرقه بتلعب على ثلاثه بونت من اول دقيقه آه غير كده حاجه ثانيه طبعا في طموح ثاني لمجموعه من اللعيبه آه اللي مثلا زي احمد ياسر ريان آه كان لعيب في النادي الاهلي عايز يثبت ان هو كان يتمنى ان هو يكون متواجد في النادي الاهلي فهتلاقي هتلاقي مباراه صعبه آه جدا المباراه بكير. دي بس اتمنى ان شاء الله النادي الاهلي صالح جماهيره بالنسبه لان احنا برضو الناس زعلت كتير المباراه اللي فاتت فاتمنى ان المباراه دي تكون مصالحه للجماهير وتكون بدايه للانتصارات جايه ان شاء الله الفترة الجايه